بك التحية ليك كابتن تامر وكل المشاهدين اون تايم سبورتس في كل مكان عقب انتهاء اللقاء وفوز نادي الزمالك على نادي الجونه بهدف نظيف. يسعدني يكون معايا المدير الفني نادي الجونه كابتن رضا شحاته. كابتن رضا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه اون تايم سبورتس. بقول لك هارد لك الماتش النهارده لكن احييك على الاداء وشكل فرقه الجونه. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا حابب في البدايه بارك لنادي الزمالك على الفوز النهارده وهارد لك نادي الجونه. يمكن احنا بنتكلم طول الوقت او معظم الوقت ان احنا حتى لو انت بتخسر لازم يبقى ليك شكل وليك شكل طريقه لعب الناس تحترمك بيه والناس تحس ان انت فرقه محترمه، وده المهم وده اللي احنا خدناه النهارده. يمكن ما دخلناش اللقاء في البدايه بالقوه اللي احنا كنا طالبينها، دخلناها اقل من نادي الزمالك. الزمالك كان داخل بقوه اكتر فعشان كده قدر يحرز هدف في البدايه، ولكن بعد الهدف تقريبا احنا مسيطرين على اللقاء وبيلعبوا على الهجمات المرتده، فشكلنا كان افضل الشوط الثاني. جالنا فرص ولكن ما قدرناش نحرز اهداف، ولكن في المجمل الاداء الحمد لله الامور كويسه واللي جاي ان شاء الله يبقى افضل لينا باذن الله. كابتن رضا، يمكن كلام حضرتك مع لعيبه الجونه قبل الماتش اللي هو حذرتهم من اول ثلث ساعه او اول 25 دقيقه نادي الزمالك هو بيضغط فيها يحرز هدف، حضرتك بتقول البدايه اللعيبه يعني بلغه الكره تاهت في البدايه ما جريتش نادي الزمالك، ده بيحصل ليه؟ لا يا بص، هي رتم البدايه دايما بتاخده من الملعب في وقتها ما تقدرش تحكمه، ولكن انت دايما تحذر اللعيبه ان البدايه ما تبقاش بهدوء، لازم تاخد الايديه او الموضوع بجديه من البدايه. هم خدوا الموضوع مش بجديه من البدايه، ده اللي انا شايفه وده اللي اثر علينا يمكن في اول 10 دقائق، والاحرز فيهم الهدف في نادي الزمالك احرز فيهم الهدف، ولكن بدانا ندخل في اللقاء فتاخرنا شويه، ولكن في المجمل لما اتكلم في مجمل الاداء الحمد لله انا راضي عن اداء اللعيبه النهارده، وبالذات في الشوط الثاني كانوا رجاله وكلهم حاولوا يعوضوا ولكن ما كانش في توفيق، ولكن الحمد لله في النهايه. يعني نادي الجونه بينقصه راس الحربه او الفرود اللي يسد مكان والتر بواليا؟ لا، احنا عندنا عناصر كويسه، والتر طبعا عنصر مهم وكان ترس من التروس اللي كانت مهمه بالنسبه لنا، ولكن عندنا بديل وعندنا ناس تحل، ولكن مش في كل اللقاءات، لان كان معايا والتر في اوقات ما كانش بيحرز اهداف في مباريات تانية، ولكن ما عندي كريم الطيب وعندي ادريس فالاثنين شغالين بشكل كويس، ولكن ادريس محتاج وقت شويه، ولكن في الاخر انا شايف ان شاء الله الحاجات هتتطور وهتبقى افضل الفتره اللي جايه ان شاء الله. رضا، لو اسال حضرتك عن اللي جاي ان شاء الله، وهل حضرتك محتاج دعم او صفقات تانية؟ وكلام كتير عن وجود كريم بامبو في الجونه، هل ده ممكن يتم؟ والله احنا شايف ان الفرقه معانا الحمد لله ماشيه بشكل كويس، مش محتاجين نعمل صفقات جديده، ولكن لو حصل هيبقى في اضيق الحدود، يعني ده لو حصل، ولكن بنسبه اكبر ان مش هيبقى موجود الدخول او خروج الفتره اللي جايه، ما توقعش يعني. هزيمه النهارده ممكن تاثر ولا الجونه هيكمل برضو نفس الخط اللي ماشي عليه؟ لا، طول ما عندي رتم، انا بص يعني انا اقلق لو انا ما عنديش شكل ورتم في الملعب، هنا ابدا اقلق، انما النتيجه نفسها تكسب او تخسر بالنسبه لنا ما تقلقناش قوي، ولكن مهمه وانت ماشي ان انت تكسب طبعا، بس طول ما انا عندي شكل محافظ عليه وعندي لعيبه بتنفذ الشغل اللي بنشتغله انا ما ببقاش قلقان، انا بقلق لو الريتم نفسه وقع مني، ما بتعرفش تجيبه تاني بعد كده في اللقاءات بعد كده، ولكن انا متوقع ان شاء الله الماتش الجاي هنكسب باذن الله، ومن هنا من دلوقتي بقول للعيبه يلا اللي بعده وعندنا شغل تاني ومفيش مشكله خالص، ده كره قدم يعني لازم فيها مكسب وخساره. اخيرا كابتن رضا، كابتن رضا شحاته اكبر نادي الزمالك اللي هو يلعب على الزون ديفنس والمرتد، ولا دي طريقه لعب نادي الزمالك وكابتن رضا كان متوقعها؟ لا، نادي الزمالك بيلعب من نص ملعب تقريبا، من اللقاءات اللي فاتت كلها بينزل تحت نص الملعب بيستنى التحضير وبيلعب على الهجمات المرتده، واحنا متوقعين ده، ولكن انت عندك حل من اتنين، ما انت لازم تلعب وهتهاجم. انا عايز اكسب، انا مش عايز اتعادل او جاي للخساره، انا جاي اكسب، فعشان كده برضه بهاجم وفاتح الخطوط، فطبيعي الحاجات المرتده هيبقى فيها مشاكل، وده اللي حصل النهارده، ولكن في المجمل كنا نقدر نكسب النهارده ونقدر نتعادل، كان عندنا فرص كده طبعا، والاداء والشكل العام احنا راضيين عنه الحمد لله، ولكن اللي جاي يبقى افضل لينا ان شاء الله. انا بشكرك، هارد لك على النتيجه النهارده، لكن بحييك على ادائك وشكل فرقه الجونه تاني في الملعب. حبيبي ربنا يخليك، شكرا شكرا. كابتن تامر، ده كان لقاءنا مع كابتن رضا شحاته المدير الفني لنادي الجونه، والكلمه تعود اليك، تفضل.